وحشتوني، وحشتوني جدا 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 جدا، وحشتوني. وعشان كده النهاردة قررت أجيب لكم مفاجأتين حلوين قوي قوي، وحكايات نجاح مش عادية، حكايات نجاح ملهمة. أي شاب بيتفرج علينا النهاردة أعتقد إن هو هيقوم دلوقتي ويبدأ يدور إنه يشتغل ويعمل مشروع ناجح، حتى لو إمكانياته معدومة، حتى لو كانت إمكانياته أقل 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 من أي حد. النهاردة بغض النظر كمان عن الحكاية، معانا أهم قطعة البنت المحجبة بتحتاجها، الطرحة. قطعة تبان إن هي يعني مش مهمة قوي وآخر حاجة، يعني البنت هتنزل تجيبها في الطقم، مع إن دي أهم قطعة. دي الطرحة دي ممكن تخليني ألبس الطقم بأكتر من طريقة. الطرحة دي اللي بتخلي الطقم قيم أو بتخليه ركيك وملهوش معنى. النهاردة معانا براند تحفة رائع، هتشوفوا شغله، واعتقد ان الكلام اللي هقوله مهما كان مش هيكون زي ما تشوفوا انتوا الشغل بعينيكم. رحبوا معايا باستاذ اشرف سعيد، صاحب شركه وبراند اش حجاب ستور. اهلا بحضرتك. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. فاجئتني بده قبل ما ندخل على الهوا. والله ده احنا عاملينه مفاجاه امبارح. ده ايه؟ ده عباره عن كتالوج صغير، بروشور، في يعتبر بروشور، في الوصف بتاع الشركه بتاعتنا ده في الاول. لا ده الاول بتاعه من الناحيه الثانيه كمان. اوكي سوري. ده في الوصف بتاع الشركه بتاعتنا، في بعض الديزاينات القديمه اللي احنا نفذناها، ده اخر كوليكشن احنا نزلناه. حلو قوي. وفي كوليكشن جديد ان شاء الله اللي احنا ننزله يوم الاثنين الجاي. ده رائع جدا. ده كله كان الكوليكشن القديم. ده انا ممكن احصل عليه فاقدر احدد انا محتاجه اشتري ايه؟ ده ان شاء الله هي فكره جديده هنبتدي نعملها كل شهر. كل شهر باذن الله اي عميل ممكن يبقى في ايده البروشور ده يعرف الكوليكشن نزل الشهر اللي قبليه قد ايه. حلو قوي. ايه الاشكال بتاعته وايه الديزاينات بتاعته، ياخد فكره، يبقى عنده لمحه ايه الديزاينات اللي بتقدمها الشركه دي، لان الديزاينات النهارده كتير، فلازم يبقى عنده اي فكره او خلفيه جديده. وفي نفس الوقت هننزل جزء من الشغل الجديد بتاعنا. حلو قوي. وفكره جديده، ما حدش بيقدر يعمل بروشور للشغل بتاعه. حرف. احنا بنحاول نوصل للعميل انه يعني كل حاجه تبقى متوفره ليه. حلو قوي. طبعا احنا الشغل بتاعنا هناخد بس حاجه حاجه كده نتكلم عنها. ده الشيفون كريب. شيفون كريب احنا عاملينه. حلو قوي. طبعا احنا بنتابع الموضه. الموضه النهارده خلاص داخله ان احنا المقاسات تبقى من فوق ال 2 متر طول. فعلا 2 متر و10. دي حاجه احنا ان شاء الله هنبتدي ننزلها، وننزلها تبقى متوفره لدى جميع الموزعين بتوعنا واللوكال بتوعنا ان شاء الله تبقى موجوده من يوم الاثنين. بص المقاس عامل ازاي. دي حاجه 2 متر و10 سنتي. و10. بس بقى لا شعر يبان ولا حاجه. لا هو احنا بس ممكن بنلبس تحتيه بندانة عشان خاطر الطرحه ما تزحلقش، لان في ناس كتير بتشتكي من موضوع ان الطرحه بتزحلق. طبعا في اي طرحه شفون حقيقي ساتين الطرحه عامه ما بتثبتش، لازم نعمل لها حاجه من تحت، فبنلبس البندانة بحيث ان هي تثبت عليها كويس. حلو جدا. قلت لي الموضه اللون ده موضه السنه دي. اللون ده موضه الموف لافندر بدرجاته، وده المفروض ان هو التريند بتاع الموضه السنه دي. طبعا ده انا اخترته لان الدرجه حلوه قوي، مش اورنج، دي مش درجه اورنج خالص. طبعا احنا كل لون بنعمل منه المشتقات بتاعته، يعني يعني ما فيش حاجه اسمها والله لا هو اللون ده في لا 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 في البراند ده لونه كده. لا العادي بتاعنا احنا النهارده واصلين الحمد لله لغايه 150 لون. حلو. الشغل ده هينزل يوم الاثنين 75 لون، ده بدايه الشغل بتاعه. طيب هو انا مش محجبه طبعا، بس ما فيش بنت ما بتلبسش طرحه. اكيد طبعا، حتى في الصلاه في الاعياد الدينيه لازم بنكون لابسين طرحه. انا مش محجبه خالص، ويعني بس انا بوريها لكم عموما كده. اللون فظيع، اتمنى يكون شكلي حلو بالطرحه. لونه حلو قوي قوي، ده من الالوان اللي انا اخترتها، واخترت برضو اللون ده. اللون ده حلو جدا، اللي جيم زي الغامق شويه، بيبقى ليه اكتريه طلب في الشتاء شويه. ده في الشتاء اغلبيه شغل بتبقى غامقه. احنا بنعمل كل الالوان تبقى متاحه اصل في كل وقت. النهارده بقى فاشون، احنا النهارده بنتكلم عن فاشون الوان، ما بقاش في حاجه اسمها طرحه وتبقى لون شوز. النهارده الكوليكشن لازم يبقى فيه ميكس الوان، لازم نوفر للناس كل الالوان اللي هي عايزاها. كل واحد طبعا على حسب الذوق اللي هو بيحتاجه بيبتدي ينقي اللون. حلو قوي. انا دلوقتي لو عايزه اطلب منك اوردر اطلب ازاي؟ احنا عامه شغلنا احنا بنسلم جميع مكاتب الجمله. حلو قوي. وعندنا حاجه جديده ان احنا ان شاء الله بنجهز ستور كبير نقدر نسلم فيه جميع المكاتب بتاعه الاونلاين. دي حاجه جديده دي. احنا عندنا ناس كتير بتطلب مننا اونلاين. تمام. بصراحه احنا مش موظفين لسوق الاونلاين، احنا بنحب كل واحد برضه ياخد ايه يعني ياخد الحته بتاعته. حلو. احنا بدايتنا من الجمله، وشغلنا اساسا ما زلنا لغايه الان الحمد لله بنتوسع في شغل الجمله، فاحنا هنقدر نعمل ستور هنوفره في خلال فتره بسيطه ان شاء الله
باقصى حاجه شهر. ده الاستوديو ده هيبقى مجهز للناس بتاعه الاونلاين، بس هياخد ايه؟ هياخد اقل حاجه دسته اللي هي 12 قطعه، لكن احنا ما نقدرش نبيع بالقطعه، لان انا لو هبيع بالقطعه مش هقدر، يعني مش هقدر اكفي الناس، وفي نفس الوقت ما عنديش استطاعه بصراحه ان انا اشتغل في المجال. يعني انا لو بتفرج عليك دلوقتي وانا ست بيت، لا عندي مصنع ولا عندي شركه ولا عندي محل ولا اي حاجه، انا ممكن اخد منك جمله؟ اه طبعا، من دسته. يعني انا مش لازم اكون واخده طلبيه بمبلغ كبير. اي وكيل على حسب المحافظه اللي حضرتك موجوده فيها. احنا الحمد لله لينا وكلاء في كذا مكان، لينا وكلاء في المنصوره، لينا وكلاء في المحله، لينا وكلاء في اسكندريه، عندنا وكيل في الانطاق بيغطي السويس واسماعيليه وبورسعيد. يعني في مكان انا في ناس بتخاف من الاونلاين وانا منهم. لا لا لا، فانا ممكن اروح اقيس. 15 او 17 وكيل في الموسكي، احنا لينا مكان ده ثابت بتاعنا برضه في الموسكي، واحنا بنحاول نعمل مكان بقى الموسكي شويه بحيث ان الناس بتشتكي من الزحمه. احنا بنحاول نوفر له مكان، احنا بنسعى نشوف الجمهور محتاج ايه ونسهل له ازاي ونقدر ان احنا نوفره له. اي حد ممكن يتصل من اي محافظه هنقدر نوصله بالوكيل بتاعنا، مفيش اي مشكله. حلو جدا، اروح واقيس واعمل اللي انا عايزاه، عايزه اونلاين هو هيوصلني. هو هيوصلك او انت هتروحي تشكله. وطبعا الاحسن ان اي حد لسه بيبتدي في اي شغل لازم يروح يمسك الخامات ويشوف الشغل على طول. ده قليل اللي بيقول حاجه زي كده. لا، في مشاكل كتير بتحصل في الاونلاين، في ناس بتاخد فلوس وبيبقى في مشكله في الشغل. طبعا. في شغل بتطلبي حاجه يجي لك حاجه ثانيه، فده طبعا بيسوء سمعه الناس كلها. طبعا احنا الحسنه تخص وسيئه عم. صح. فالنهارده لما تلاقي طاحه فيها مشكله يبقى بتوع طاح كلهم وحشين. لا، الاشابات ليها ديزاين، ليها مقاسات، ليها خامات، فمش معنى انت جبت حاجه وحشه اكيد انت جبت حاجه رخيصه. صح. لا انت هتغششنا دلوقتي ازاي اختار طرحه بس قول لي ايه ده؟ ايه ده؟ ده كوليكشن هينزل ان شاء الله يوم الاثنين. الكوليكشن ده كله تايجر. تحفه. لا هم دلوقتي هيشوفوا ان كلهم تايجر بس كلهم اشكال مختلفه تماما ودرجات مختلفه. بتحبي تايجر يبقى حاجات كتير هتلاقي، عايزه تايجر يبقى في حاجه سيمبل اسمها بسيطه هتلاقي، عايزه تايجر في لون سادة هتلاقي. طب انا هخرب لك الدنيا وهقعد افتح بس الشغل حلو قوي. الديزاينز دي مستورده يعني ولا دي ديزاينز؟ لا لا لا، الديزاينز دي احنا الحمد لله بنعملها كلها بننفذها. احنا بنختار الشكل اللي ممكن نكون حابينه ايه، بنبتدي بقى نشتغل عليه. في طبعا ما شاء الله معانا مطبعه محترمه جدا، بحب اشكرها طبعا. المطبعه وفيها 5 ديزاينز، الناس دي كلها بتقعد تعمل ديزاينات. بعد ما بنعمل ديزاينات بنشوف النهايه وبنعمل عينه، حلو وحش ممكن نعدله، لا الديزاين كده مش كويس. يعني دي الديزاينز بتاعتكم انتوا؟ بتاعه ايش براند ستور فقط لغير. وفي حاجات كتير واحنا شغالين قبل الطباعه بنلغيها لان بنشوف حد مثلا من المصانع التانيه ابتدى يعمل حاجه قريبه. يعني انا هلبس دي مش هلاقيها في المحل اللي جنبي خالص. وفكره تسويقنا احنا ما بنعملش شغل بكميات كبيره، احنا بنعمل كميات قليله شويه بسبب ان احنا مش عايزين الديزاين اللي اي بنت بتلبسه يبقى منتشر. لا انت عايز اللي تلبس البراند بتاعك تبقى حاجه مختلفه. طبعا ده حاجه لازم. حلو قوي. طيب الشغل ده انا لو شفته في مكان هقول مستورد بصراحه. الشغل ده مصري انت بتعمله هنا في مصر؟ الشغل ده كله الحاجة الوحيدة اللي احنا بنجيبها من بره اللي هو الخام، والخام ده بيجي في عبارة زي الخيش كده عين في مية. بيخش طبعا في المصانع بتاعتنا بتاعت العاشر بيتجهز. يعني انت بتجيبه وهو لسه اصلا مش قماشة؟ لا لا لا، حتة خيش. وانت اللي بتعمل كل حاجة؟ المصانع كل واحد بقى على حسب المعادلة ماشية ازاي. احنا عندنا النهارده المصانع بتاعت العاشر دي ناس بتجهز الشغل. بعد ما الناس بتجهز الشغل بنبتدي نشتغل بعد كده ندخل الشغل طباعة. تمام. بعد ما بنخلص الطباعه وقسم الطباعه بيخلص بندخل الشغل المصنع. حلو قوي. في طبعا مصنع متخصص بقى في القص، في مكان ليزر بيقص الشيفون. مش نظام قص بمقص. احنا جايبين مكان ليزر، موجود مكان ليزر. عشان كده بلاقي في اقمشه منتفه ومش عارفه ايه ده، لانه مقصوص بالايد. احنا عندنا الحمد لله معايا برضه المصنع اللي بيعمل لي الشغل بتاعي كله، طبعا برضه ليه كل الشكر والتقدير. راجل محترم طبعا جدا، ما بيتاخرش على الميكانه بتاعته. اي حاجه محتاجينها جديده بيوفرها. حلو قوي. بنبتدي نسعى ان احنا نعلم الجوده. انت طول الوقت شغال طول الوقت، دي حاجه اكيده لازم نعلم من جوده المنتج، لان كل ما المنتج بيتقدم لاي حد بجوده عاليه وبخامات محترمه الزبون خلاص بعد كده بيبقى واثق في الاسم. طبعا احنا بنبني باند، مش موضوع ان احنا نعمل شغل طبعًا وننزل بيه وخلاص. طيب انا بس عايزه اقول لكم التقفيل يا ولاد يا رب يكون باين حاجه محترمه بقى، لا في حاجه طالعه ولا في حته منسله ولا اي حاجه خالص، و في قماش بيبقى ناعم لدرجه انه بيتزحلق يعني وانا حاطاه كده يقع ما يستحملش ان هو يمسك نفسه، دي ماسكه نفسها.
ما هي دي معادله بقى، احنا بنحاول نعدل القماش ما يبقاش ناعم قوي وما يبقاش خشن قوي. ده تحفه، ده برضه تجهيز حلوه بصراحه. الناس دي ده جزء بقى مش موجود، انا يعني انا جزء ان انا بقى بسعى ان انا اعمل معادله كويسه ان الخامه تطلع كويسه. طبعا الطباعه الاستاذ حسام والاستاذ احمد الشاذلي بالفعل اللي معاهم كلهم، الناس دي بتسعى يعني ايه ان احنا ما يبقاش فيه اي مشكله في الطباعه. يعني ايه لما نيجي نطبع وبنعمل عينه ما يبقاش فيه اي مشكله ان الخامه تطلع خشنه، الخامه طلعت خشنه نوقف الشغل ونعدل من جديد. انا افتكرت ان كل الشيفون كده لا 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 يا طري وبيتزحلق، لا انت غيرت وجهه نظري خالص. لا 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 في الموضوع، خلص نفس القصه التقفيل، احنا شغالين الحمد لله مع اقوى مصنع، اقوى مصنع في مصر. انت عندك كده ميزه من الناس الكيان الكبير جدا في مصر. حد فعلا اي مكنه انت محتاجاها هو لازم يجيبها، هو اللي بيسعى معاك ان ازاي يطور شغله، بيسعى ان هو يقدم لك جوده ازاي. اه ممكن الحاجات دي بتكلفنا شويه بس احنا لازم نطلع المنتج في احسن شكل. انت عندك ميزه ان انت بتحب تدي العيش لخبازه. بصي يعني مش انت اللي تعمل كل حاجه، الناس دي اصحابي جدا، الناس دي بعد ربنا سبحانه وتعالى ليها فضل كبير عليا. ابراهيم انا دخلت له في وقت اساسا هو مصنعه ما عندوش مكان ان هو يشتغل لي شغل، راجل ما تاخرش معايا، راجل يعني بنى البنايه معايا، حط ايده في ايدي. الحمد لله النهارده تارجت شغل بتاعنا قوي جدا، من اقوى المصانع في مصر، ما عندوش مكان ان هو يشتغل شغل لحد، وحد فعلا بيعرف يوظف الشغل بتاعه. كذلك المطبعه الاستاذ حسام واقف والاستاذ احمد الشاذلي، ناس محترمين جدا وكل دول اصحابي. انت عندك احنا كيان اه، وانت عندك ميزه ببعضه. انت شايف انه ربنا خلقنا اسباب لبعض. أطلع. ليه يعني انا احتل الموضوع وانا اللي اطبع وانا اللي اقص؟ لا 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 احنا كلنا نشتغل. الخام عندنا الناس بتاعت الخام دي برضو عليها مجهود كبير جدا، كل الناس بتاعت الخام اللي بتجيب لنا الخام واللي بيجهز لنا الخام، الناس دي برضو بتتعب كتير معانا، لان وارد ان احنا نجيب خام والخام ما يطلعش مظبوط، ما بنقدرش نشتغل. اكيد طبعا طبعا، وده طبعا بيبقى فيه ضهر ليه، بس بنحاول نعدل يعني على قد ما نقدر. ايه الحلاوه دي؟ دي حلاوه الجسم. هعيط انا هاخد طرحه وانا مروحه. مش انت فاتك الكوليكشن كله، ده ان هو ينول الاعجاب دي حاجه شرف لينا طبعا. بامانه بامانه كلام اتحاسب عليه، الشغل حلو والقماشه مختلفه، وانا اه مش محجبه بس بلبس طرحه، فلان هي بتروح متزحلقه بروح ربطاها جامد كده عشان اقف في مكاني ما تتزحلقش. لا دي حاجه تانية خالص. والديزاين والله هو ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، مجهود الناس اللي بتتعب معانا طبعا، كل واحد في الكيان ده ما شاء الله يعني بيعمل اللي عليه وزياده. عارف الحاجه كمان الحلوه عندك بصراحه عشان تطلع حاجه كويسه، الحاجات اللي عندك انت متخيل الطرحه الواحده تتلبس على كام طقم؟ ما هو ده اللي احنا بنقول عليه بقى، ان الفاشن هذا بقى كوليكشن الوان، ميكس الوان. يعني انت كمان بتوفر لي، انا بنت في كليه هشتري طرحه ممكن البسها على 3 4 طقم. لا هو الاول كانت البنت بتنزل تشتري طقم جديد فلازم تجيب له طرحه، ده الطرحه بتاع الطقم ده. النهارده احنا بنحاول نغير الفكره بالظبط كده، ان احنا ممكن طرحه تلبس على كذا طقم. ده كده انا اهو، يا نهار يا نهار. ده حاجه مجموعه الطايجه، داخل معاها السنيك، داخل معاها الباترن المقلم، يعني وظيفه جديده. الطايجه موجود موضه من زمان، من قبل ما احنا ممكن نبقى. انت عارف مرهق قد ايه ان انت تعمل نفس الديزاين بكل الحاجات دي؟ هو تايجر وانت عامله بكميه الاشكال والكوليكشنز المختلفه دي، ده صعب جدا. والله هو ده توفيق ربنا، احنا بنحاول نجتهد ونسعى طبعا، وان احنا نقدم حاجه كويسه للعميل في الاخر يمسك حاجه محترمه. طبعا. طيب طبعا دلوقتي في صور بتتعرض، واسمح لي اعلق على الصور لفت نظري فيها كام حاجه. اولا ان هي حلوه جدا جدا، ثانيا مفيش موديل، انت مش عايز حاطط موديل، انت مخليني مركزه مع الطرحه بالوانها بتفاصيلها بشكلها، فبحييك على الحكايه دي. هي دي والله فكره بسيطه، ان احنا كل الناس اغلبيه المصانع بتصور بموديل، احنا اساسا من اول الناس اللي ابتدت تصور المنتج، وبنحاول نعمل دعايه للمنتج عشان الوكيل اللي بيشتغل من ورانا يقدر يشتغل وهو مستريح. فبدايه التصوير دي احنا شغالين فيها من 4 سنين، كانش في حد بيصور. مين اللي بيصور؟ انا انا اللي بصور، اللي بتصور. انا اللي بعمل ايديت، انا اللي بعمل كل حاجه الحمد لله. انا يعني انا بحب الشغل جدا جدا، والتصوير انا كنت متخيلاه بفلوس، يعني دايما بيبقى معطل الواحد انه هيعمل سيشن بمبلغ وقدره، فانت مصور تصوير محترف جدا ومحترم جدا ومبين لي شكل الطرحه. هو احنا الاساس بتاع التصوير ايه؟ ان العميل يشوف الشكل المرفوض بتاعه ايه في الاخر، مش ان هو يشوف موديلز او الطرحه تبقى ملبوسه ازاي. تاني حاجه ان دي حاجه مميزانا، ان النهارده اللي بيشوف الصوره دي عارف انها بتاعت ايش، الصوره بتاعت ايش ايش بالظبط كده صح. فهي حاجه برضه مختلفه، لازم نشوف ايه المختلف عشان كنا نقدر ننافس. احنا الحمد لله عدد المصانع بتاع الاشرابات كتير جدا، فلازم يبقى فيه منافسه، وفي الحلو وفي الوحش، ولازم العميل يشتري مني ويشتري من ده ويشتري من ده، فاحنا بنحاول ان كل واحد بيقدم فكر مختلف عن التاني. وفي ناس كتيره جدا ناجحه طبعا، مش انا الواحد اللي بعمل زينات، لا في ناس كتيره ليها شغل مميز طبعا. والناس كلها بتسال عليه. طيب
بعد بقى الحاجات اللطيفه اللي احنا شفناها دي، الاسعار عامله ايه؟ لا اسعارنا كويسه اكيد غاليه جدا، لان انا ده اتخيل انه تركي بصراحه، مش عارفه ليه انا حاساه تركي. لا بص، هو احنا انا اصلا كنت بسود من الصين، قعدت حوالي 5 سنين او 7 سنين، سافرت الصين 25 مره، كان كل شغلي من الصين. بعد كده جه بعد تعويم الدولار ابتديت ان انا اشتغل في المصري. طبعا انا وشريكي الاستاذ عصام احمد عطيه، راجل محترم جدا، حطينا ايدينا في ايد بعض، ابتدينا ان احنا عايزين نقدم منتج، في حاجه اسمها براند احنا عايزين نبنيه. انت مش عايزين شغال وخلاص بالظبط كده، فركزنا في المصري. الجوده بتاعت الصين احنا الحمد لله عديناها، احنا بنفس الجوده. لا ده مش صيني خالص، ده تركي. والله ما بيجيش ده تركي. احنا النهارده الحمد لله عدينا الجوده بتاعت الصين وداخلين على الجوده التركي. استنى بس، بصوا يا ولاد عشان محدش يجي يقول لكم اصل ده بتاع ايش ايش، لا الاسم مطبوع، ده نادر لما حد بيعمل كده. لا هو اغلبيه الناس بتعمل كده، بس احنا حتى الديزاينز بتاعتنا دي احنا لسه مغيرينها بقالها 3 اشهر، لان في ناس عملت الديزاينز بتاعنا فاحنا مضطرين كل 2 او 3 سنين بنحاول نغير اسم البراند. بس فاحنا برضو عايزين نعرف ان الناس ده الشكل الجديد للبراند بتاع ايش. اهو يا ولاد انا هاخده ادور، ده كده بتاعكم انتوا، الخامه بتاعتكم، حصل بقى مشكله اجي امسك فيك بقى اقول لك بعد اذنك. اي مشكله، في مشكله مع اي حد خد شغل من اي وكيل او وصل له الشغل بتاعنا من اي حته وحصل معايا لا قدر الله مشكله، يقدر يتواصل معايا على الواتساب، مشكلته محلوله. يتواصل مع مين؟ معايا شخصيا. شخصيا اي حد طبعا معاد ان ممكن الشغل لا قدر الله يطلع حته فيها غلطه، مع ان احنا والله بنتعب الكمال لله يعني في كل الاحوال. طب اي حد عنده مشكله، اي قطعه فيها مشكله يتواصل معايا وانا بديها له على طول، مفيش اي مشكله، ما عنديش اي مشاكل. حلو قوي ده، ان شاء الله اللي نازل امتى الكوليكشن ده؟ ان شاء الله من يوم الاثنين يبقى ده اللي هيبقى بعديه ب 10 ايام. ده كمان 10 ايام من يوم الاثنين، يعني ده احنا مش جايب لكم احدث كوليكشن لو سمحت، احنا جايب لكم احدث الاحدث. بصوا 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 القمر دي قد ايه؟ دي الطول بتاعها 2 متر و10 سنتي، الصف بتاعها بيبقى من 195 ل 2 متر. بقى رقم حلو يعني ده كده كويس. طيب اغسل الطرحه ازاي؟ لان ساعات في بنات بتغسل الطرحه غلط وترجع تقول بس البراند ده وحش. ما هو النهارده لما تيجي تحطي طرحه في الغساله خلاص هي ما بقتش طرحه، البنطلون الجينز لما او البوفر لما تحط في الغساله باظ. انا بغسل كل حاجه في الغساله. فيبقى الطرحه الشيفون اللي هي خامتها اساسا ضعيفه جدا هتحط في الغساله تبقى كويسه؟ لا اكيد طبعا لا. الطرحه بتتحط في اي طبق صغير فيها شويه ميه بس وبتتنشف بس كده؟ بعد كده عايز تكويها مفيش اي مشكله. طب حلو قوي تمام. احنا الخامات اللي بنشتغل فيها ايه؟ يعني ايش ايش بيشتغل في خامات ايه؟ والله واحنا تميزنا بالشيفون وتخصصنا لغايه الان شيفون. انت بتحب التخصص يعني مش ما اروحش اشتغل في 500 خامه؟ لا بصراحه بيبقى في موديلات كتير، بس احنا النهارده عشان نقدر نكفي كل الموديلات دي واحنا النهارده بنشتغل جمله مش هقدر اكفي كل الناس، واكيد في حاجات بتوع مني، زائد ان انا بلعب على التلوين. يعني انا عندي الساده ده وصل لغايه 150 لون، انا تعبت عشان اوصله 150 لون. ياه بكل الدرجات. النهارده الكوليكشن بتاع الديجيتال ده المشجع احنا بننزله اقل حاجه 75 ديزاين، 70 ديزاين. حلو جدا. 40 ديزاين، يمكن التايجرات مقللين كوليكشن شويه لان كلها تايجرات، مخلينا 2. انتوا ما خليتوش حاجه في التايجر ما عملتوهاش؟ لا ولسه والله في افكار جديده كتير، بس احنا مش انت معاك ديزاينز يعني بيشتغلوا وبيقعدوا وبيعملوا. انا بدي الافكار طبعا للاستاذ حسين، بنبتدي نشتغل عليه مع الديزاينز. البنات طبعا بيتعبوا معانا جدا، وانا بصراحه انا بقولها على الهواء انا بتعبهم جدا، وفي شغل كتير باكنه ما بشتغلوش، بس انا والله ما بعرفش اقدم حاجه انا مش عاجباني. بس بتحب الحاجه بيرفكت قوي. المصنع انا معايا ابراهيم ده على طول بنتخانق بسبب التقفيل. دي حاجه عايزين نعمل دي، عايزين نسوي دي، خلاص يعني بقينا خلاص وصلنا ايه؟ طب خلاص اقفل. لا كده مش نبتدي بقى نظبط، برضه بنحاول نطور. ايه التطوير اللي جاي؟ مكنه الليزر دي الحمد لله هو برضه من اوائل الناس اللي جابتها في مصر. انت. هو تاني واحد جابها في مصر ومكنه محترمه جدا. حاجه غاليه بس حاجه فعلا بيتسرع معانا في الامكانيه، قص الشغل مظبوط. طبعا الشغل مبقاش فيه اي مشاكل. طبعا. هي دي البدايه في اي شغل الجوده. طبعا. والكواليتي بتاع المنتج. الالوان الجريئه بقى، ده طبعا كليه قوي، يعني ده انزل بيه الكليه، انزل بيه حاجه الصبح رائع وشيك، ولو ده عندك رهيب. مناسبه او عندك فرح او عندك اي مناسبه بالليل. التايجرات. الديزاينات دي دلوقتي هي بقت الموضه. انت متخيل ده؟ في حاجه اسمها تيتا او حاجه اسمها سوية عشان تشتغل. ده كام لون البسه عليه؟ كام لون؟ وانا عاملاه بالمش هقلب سوري، كام لون البسه عليه؟
انت عندك اسنان الارضيه الاوف وايت دي تخليكي تلبسيه على اي على لوقت. اي حاجه في الدنيا ده يعني حتى لو انت هتلبسي اي طقم ما فيهوش اي درجه من بالظبط كده مع الشوز الاوف وايت هيخليه يتلبس على اي لوك بالظبط. انا ممكن البسه على حاجه سوداء او بيضه والشوز نفس اللون شكرا انا كده عملت بنحاول طقم. نوفر للعملاء عشان الناس تشتري شويه يعني ما يبقاش الضغط عليهم كتير. حلو قوي. غششني انا لما اكون رايحه اشتري طرحه اعرف منين الطرحه دي كويسه ووحشه؟ لان احنا بنسمع الجمله الشهيره لا معلش ده فرق خامات، لا معلش انا اسعاري غاليه عشان كذا. لا هو اول حاجه بتفرق معانا طبعا في اي طرحه لازم اي حد هو بيشتري اي طرحه يشوف الطرحه دي مقاسها ايه. يعني ايه افضل مقاس؟ يعني المقاس المعتاد اللي احنا كنا شغالين عليه لغايه مثلا من حوالي 3 4 اشهر اللي هو ال 170 وال 175 ده طول الطرحه. ده الحلو. النهارده الترند اللي طالع او الموضه اللي طالعه احنا متجهين لل 2 متر. واحنا هنبتدي شغلنا كله هيبقى فوق ال 2 متر، بس برضه عندنا مقاس 175 شغالين، ما ينفعش اروح اجيب طرحه مقاسها متر ونص واقول دي طرحه وقارنها بحاجه ثانيه. فعلا؟ اه. ده بيفرق في السعر. ما ينفعش امسك طرحه كلها فتل ما فيش خياطه وما فيش فينش الفينشنج فيها مش موجود واجي اقول دي طرحه. ونيجي اللون بقى على كل المصانع، لا طبعا. ايوه طبعا. والحاجات دي بتفرق. يعني الاقل من 170 ده مش حلو. المصنع المحترم بيعمل مقاس مش اقل من 175 170 اوكي بيركز جدا على الفينش بتاعه لان تمام. احنا النهارده كل شغلنا بقى في مصر الاستيراد موقوف ده حقيقي وحتى لو فتح كل تركيزنا في مصر دي حاجه خلتنا الناس كلها ماشيه بتنافس في بعض كله بيشوف حاجه حلوه عايز يقدم حاجه احسن منها طبعا. دي حاجه جميله جدا ان احنا كلنا بقى في سوق بنتنافس طبعا اي مصنع محترم بيلعب على الجوده وبيلعب ان هو يعمل حاجه كويسه بيعمل مقاسات مظبوطه اي حد بقى مش فاهم معاه موضوع الكلام ده خلاص بيشتغل شغل اي مقاسات عليه طيب انا برضو بسمع كلمه لا والله معلش انا الشيفون بتاعي مختلف الشيفون ده حلو وده وحش انا مش عارفه لا هو أنا موضوع الخامات دي بقى بصراحه مش اي حد هيفهمها بس هي احنا بنفهمها كمصانع افهم يعني اعرف ابسط مثال احنا بنشتغل في وزن الشيفون ده انا بشتغل وزن يعني وزن ايه وزن المتر المربع بتاعه قد ايه احنا بنشتغل كل ما كان خفيف يبقى احسن ما تجيبيش حد بيشتغل في 65 جرام وده طبعا كلام انا بقوله في ناس كتير ما بتشتغلش بيه ولا تعرفه يعني ده توظيف الخام ذات نفسه وزن الطاحه قد ايه يعني انا امسكها لو لقيتها خفيفه ده مش احسن انا فاكره طول عمري ان الخفيف احسن لا طبعا تقيله تبقى دي حاجه محترمه الطاحه لما تكون تقيله عندنا حاجه اسمها نسبه انكماش بنعملها في المعالجه بتخلي الطاحه فيها سنه كده تحس ان الطاحه جايشه سنه فيها تحبيبه ده بيساعدك وانت بتلف الطاحه ان هي ما تزحلقش الطاحه لما تكون خفيفه اول ما بتلفيها كده تلاقيها طاحه ده اللي انا بقوله لك ده طيب انا بس عايزه اوريكم الطاحه اللي انا لابساها يا ربي إيه كميه الرقه اللي في الديزاين بسيط بس رائع ويا رب الالوان تكون باينه فيها اصفر وفيها جراي ودرجات اصفر وكناري بيجات انت بجد عامل حاجات حلوه قوي بجد والله ده كده ده اللي فات خالص بقى يعني مش لسه اللي نازل كمان لا 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 بس عجبني رحت مطلعه كده وخلاص طيب قبل ما اختم في ناس صاحبه فضل ان يكون اشرف ايش ايش لي براند وان شاء الله ان شاء الله كمان قريب هيكون بره مصر تحب تشكر مين والله طبعا انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى الاول امين طبعا ده اهم حاجه عندي بشكر والدتي كان نفسي طبعا ان والدي يبقى عايش ويشوف النجاح اللي انا وصلت له بشكر اخواتي بشكر طبعا مراتي يعني كتر خيرها بتتعب معايا جدا اهم واحده في الموضوع هي واولادي لا 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 طبعا هي واولادي بشكر اولادي ان هم بيستحملوني ان انا ما بقعدش معاهم ده حقيقي احنا كل ما كنا بنكلمه بنلاقيك يعني لوقت متاخر جدا بره البيت لازم نعمل كل حاجه بايدينا والله انا يعني ابراهيم صاحبي بتاع المصنع وحسين صاحبي بتاع المطبعه واحمد الناس دي احنا يعني ايه هم ايش ايش والله كدينا بتكلمني الناس دي انا ما بسيبهمش وهما ما بيسيبونيش يعني انا لغايه امبارح كنا قاعدين بنظبط حاجات في الشغل وبنعمل حاجات جديده يا نهار يا نهار طبعا احب اشكر طبعا ابراهيم الوالداني صاحبي صاحب المصنع اللي انا بعمل عنده الشغل كله ده اكتر طبعاً. من اخ وصديق ليا ربنا يبارك لي فيه يا رب هو وكل الفريق بتاع مصنعه الناس المحترمه اللي معاه كلها عنده اكتر من 50 60 نفر الاستاذه سماح مديره المصنع والاستاذ عزمي اللي معاه وكل الناس طبعا اللي مش عارف اذكرهم كلهم اذكر الباشمهندس حسام رائف والاستاذ احمد الشاذلي وكل الديزاينر اللي عنده كله الفريق اللي شغال في المطبعه كلها بشكر كل الناس بتاعه الخام اللي انا برضه بتعبها معايا وبرضه بنقف وبنحاول نطلع اعلى جوده في الخام عشان نقدر نشتغل عليه طبعا بشكر كل الناس الوكلاء بتوعي اللي هم سبب نجاحي اللي موجودين في القاهره اللي موجودين في الجيزه اللي موجودين في جميع المحافظات الناس دي انا لولاها كنتش هقدر اوصل لكده
لان الناس دي ادتني الثقه ان انا اقدر اقف على رجلي واقدر اشتغل، ولا احنا هنعرض الشغل ده وعايزين نفتح له سوق. طبعا الناس دي كلها انا بشكرها. طبعا عصام شريك يعني انا وهو واحد، طبعا بشكره طبعا هو واقف في ظهري على طول ان شاء الله المره الجايه يكون معايا في اي حاجه طبعًا. بصراحه بيبقى موجود معايا، ما بيتاخرش معايا في اي حاجه، وربنا يديم بينا الخير على طول. وطبعا بشكر كل الناس، واي حد انا نسيته ده والله غصب عني، بس انا فعلا بشكر كل الناس، وكل الناس بالنسبه لي هي ايش ايش يعني، هي ده الكيان ده كله، هي كل الناس دي، هي منظومه دايره مع الناس كلها، مش اشرف لوحده، لا هي ما اكتملتش بالناس دي كلها مش هيبقى في المنظومه دي، مش هنقدر نطلع الجوده دي. طبعا احنا هنكون تاني ان شاء الله مع بعض اكيد. انا بس اكيد عايزه اقول طبعا لكم اخر دكتوره طرحه. حكيمه. انا عايزه افتحهم كلهم، طيب اعمل ايه؟ طيب على فكره مش هينفع الكلام ده. طب ينفع يا جماعه تسيبونا شويه؟ الله يخليكم، طرحه احنا حلوه كمان قوي. جايبين لك الكولكشن بعديه ب 20 يوم، بس طبعا ما فيش امكانيه معانا في الوقت انت عامل حاجات حلوه قوي ده، بس قوي من ذوق حضرتك والله بجد، ومختلفه واول مره اشوفها. اه مش محجبه طبعا، بس كلنا بنلبس طرحه، واحنا كستات بنبقى فاهمين يعني الطرحه الحلوه من الوحشه. فلا انت عامل حاجه مختلفه، الطرح التايجر رائعه مع انها كلها تايجر، بس يعني. انا بعت لك تحفه. صوها بقى بعد ما تشوفيها في التصوير، هتلاقي حاجه تانية احنا خالص. لسه ما صوروش دول، ان شاء الله لا لا هيتصور لا، دول ان شاء الله هيكونوا موجودين لدى جميع الوكلاء كلها ان شاء الله يوم الاثنين، باذن الله يا ونبتدي رب نصورهم على ان شاء خير. الله يوم السبت. في المعتاد قبل ما اختم دايما بقول الضيف بتاعي تحب تتمنى ايه، بس المره دي انا اللي اتمنى لك. هتمنى لك المره الجايه ان شاء الله هيكون ليك براند اكبر اكبر بكتير من اللي انت بتحلم بيه بره مصر ماشي جدا ان ليك، شاء بس الله. انت تستاهل ان انت احنا مش اوريدي تنافس ابتدينا الشرق نطلع شغل التركي، بره انت مصر، بس افضل لسه من هي ظروف تركيا الكورونا طبعا اثرت على الناس كلها. طبعا، بس انت تستاهل والله ان البراند ده يكون بره مصر كمان. وطبعا كفايه كفايه ان انت كاتب عليها ميد ميدن اي مصر. بشكرك بشكرك ربنا جدا يخليك، انا جدا اللي بشكر جدا. حضرتك جدا، وبشكر كل طبعا قصه البرنامج ان انا طلعت معاكم، دي حاجه تشرفني طبعا، وان شاء الله تبقى تشرفني بدايه خير علينا جميعا باذن الله ان شاء الله. يا رب دايما في نجاح، وكان نفسي الوقت كمان يكفي عشان يحكي لكم حكايته، وتعرفوا ان مفيش حاجه اسمها مستحيل، مفيش حاجه اسمها انا وقعت فمش هقف تاني. الراجل ده وقع وقعه تهد جبل ورجع تاني وقف على رجله، وبقى عنده براند ليه اسم بيتخاف منه، لما يتقال الاسم بتاعه في السوق بتاع الطرح بيتخاف منه. يا شباب راجل صغير سنه مش كبير وقدر يقف تاني على رجله، اعملوا كده، واللي انتوا وقعتوا فيه وفشلتوا فيه هو ده اللي هتنجحوا فيه. فاصل سريع جدا وهنرجع لكم بفقرة خاصة جدا عن الكريسماس.